بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. في مثل هذا اليوم خسر العراق شخصية بارزة واسما لامعا وعالما مجاهدا واصل الليل والنهار من أجل التصدي إلى الظلم ورفع راية الحق ومحاربة الظالمين والإرهابيين والانتصار لهذا الشعب العظيم، هو السيد الشهيد محمد باقر الحكيم. لقد رفع هذه الراية دوما، ولقد أراد التكفيريون ومعهم البعثيون وبقايا البعث أن يوقفوا ولادة عراق جديد، عراق ننعم فيه بالسلام والعدل والإنصاف. لقد أرادوا أن ينشروا القتل مرة ثانية والظلم والاستبداد والاستيلاء على الثروات كما فعلوا سابقا، بددوا ثروات العراق وشتتوا أبنائه إلى بقاع الأرض ودمروا بناه التحتية وعاثوا في الأرض فسادا. هذا العراق الذي أراد أن يولد وولد اليوم بالانتصارات التي نحققها على هؤلاء، أرادوا أن يوقفوه منذ اليوم الأول، ولكنهم كذبوا وخسئوا وفشلوا. هذه الانتصارات التي نحققها اليوم هي بدماء أولئك الشهداء. الشهيد السيد محمد باقر الحكيم والشهداء الكبار الذين سبقوه وقافلة الشهداء الذين لحقوا بعد ذلك، هذا هو سر عظمة هذه الأمة. لقد تصوروا أنهم يستطيعون أن يوقفوا هذه المسيرة بالإساءة إليها، بأن يقوموا بأعمال خسيسة من التفجير والترهيب والقتل والذبح. واليوم نحقق هذه الانتصارات بجهود شعبنا، بأبنائنا، بوحدتنا. سر قوتنا اليوم هو هذه الوحدة التي اجتمع عليها العراقيون من أجل مواجهة هذا الإرهاب الداعشي، من أجل مواجهة هذه الشرذمة التي عاثت في الأرض فسادا ونشرت الضلال والكفر بين أبناء الشعب العراقي. هؤلاء الذين يذبحون العراقيين بدم بارد، ولكن للأسف هناك من يحاول أن يتحرك اليوم من أجل أن ننسى هذه الجرائم وهي لا زالت شاهدة أمامنا. هذه الشرذمة الداعشية التي تذبح أبناءنا في الموصل وفي كل مكان، حتى في بغداد بأعمال إرهابية، وفي كل بقاع الأرض ليس فقط في العراق، يذبحون أبناءنا في الموصل، يتخذونهم دروعا بشرية، يضعونهم في منازل صغيرة ويفخخونها من أجل أن يرموا ذلك على قواتنا البطلة. هذه القوات التي هي أشرف منهم جميعا ومن أتباعهم وأنصارهم، يحاولون النيل اليوم من هؤلاء الأبطال، ويحاولون أن ننسى جرائم داعش. لا، لن يكون ذلك، ولن يكون ذلك. لا يمكن أن نسمح لهم بالعودة مرة ثانية. يريدون يرجعون إلى نقطة الصفر؟ يريدون يرجعون إلى المربع الأول؟ مو هذا اللي يحاولون به؟ يريدون أن ننسى هذه التضحيات كلها؟ التضحيات مضاعفة. التضحية الأولى أو الضحية الأولى هو دخول داعش إلى العراق وقتلها لأبنائها ولأبنائنا وسبيها لنسائنا وأولادنا. جريمة كبيرة، تدمير البنى التحتية، تدمير كل شيء. هذه الضحية الأولى. أولئك الذين حرضوا الناس وأرادوا وفتحوا الأبواب لداعش هربوا إلى الفنادق وانشغلوا بشراء العقارات هنا وهناك. اليوم يحاولون يرفعون رأسهم مرة ثانية ويعودون اليوم، للانتصار قريب. يريدون يدمرون الانتصار،
يرجعون المربع الأول. والتضحية الثانية، ما أقول ضحية، تضحية، هي هذه البطولات التي سطرها شعبنا، آلاف من الشهداء من أجل دفع داعش وقهرها عن مناطقنا، وتحرير المواطن العراقي، وتحرير الأرض العراقية. هؤلاء الفتية الذين هبوا للدفاع عن وطنهم وعن مقدساتهم وعن عراقهم وعن عقيدتهم، قدموا أرواحهم رخيصة من أجل ذلك. فإحنا قدمنا مرتين، مرة ضحية باحتلال داعش لهذه المدن، ومرة ثانية تضحية بإرادة عراقية من أجل الدفاع عن الوطن. يصورون هاي ننساها؟ هاي كلها الدماء تروح نرجع إلى المربع الأول؟ لا والله، لن نسمح لكم بذلك. أقولها، لن نسمح لكم بذلك، سنتصدى لكم في كل مكان. اليوم العراق عزيز بقوة أبنائه ووحدتهم، ما نستجد دعم من أحد. بالسابق كانوا يستجدون، يحاولون يستجدون من الدول، اليوم الدول هي التي تأتي إلينا. نحن أقوياء وأعزاء بأبنائنا وشعبنا. هذا الشعب المعطاء لحد اليوم، اليوم هناك متطوعون ينتظرون، يريدون يقاتلون، يقدمون التضحيات، لا نستطيع أن نستوعبهم لكثرتهم. الحمد لله، هذه أمة حية، أمة قوية، التي يقف أبناؤها طوابير من أجل الشهادة ومن أجل التضحية. تعرفون الرواتب مو عالية، والبعض يقول لي لا تصعدون الرواتب حتى تبقى تضحية من أجل الوطن ومن أجل المقدسات، حتى لا يصير صراع من أجل المال. البعض اليوم حتى يريد يسرق لنا هاي الفرحة وهذا الانتصار. للأسف أقولهم، اليد اللي تريد تتنقص من قواتنا الأبنية ستقطع، اليد سواء من الخارج أو الداخل، اللي تريد تنتقص من حشدنا ستقطع. هذا الحشد لكل العراقيين، مو لطائفة دون أخرى. البعض مريد يصور الحشد لطائفة دون أخرى، لا، اليوم هذا الحشد مسيحي مع مسلم، مع شيعي، مع سني، مع كردي، مع تركماني، مع أزيدي، مع شبكي، كلهم يقاتلون سوا. هاي هي البطولة العراقية، حشدنا وأبنائنا المتطوعين وأخواننا وآبائنا، بعضهم تطوعوا، ينظر إليهم الإنسان يخجل، يخجل من هذا العطاء غير المنقطع. في بعض الأحيان كان زياراتي في الليل، ليل متأخر، في قاطع بيجي وغير القواطع الأخرى، وترى في الليل تلك التلال، تلك التلال في الليل في أماكن غير مسكونة، في أراضي كانت تستولي عليها الدواعش، وهؤلاء شباب بعمر الورود، عمره 18 19 20، ما عنده حتى خبرة، يقفون مثل الأبطال على تلك التلال، يدافعون عن الحصون ويدافعون عن العراقيين. ذولا ما جوي من أجل مال ومن أجل منصب، ذولا ما لم يأتوا من أجل أن ينصروا هذه الكتلة السياسية أو تلك. هؤلاء استجابوا لدعوة وفتوى المرجعية الدينية سماحة السيد السيستاني دام ظله. هؤلاء لم يستجيبوا للواجب حتى أني أنتصر بالانتخابات أو غيري، مو حتى ينتصروا لهذه الكتلة أمام غيرها، لا. ولهذا الحشد في قانونه وضع أنه يبتعد عن السياسة، لأنه للوطن جميعا، لا يجوز أن نستخدم الحشد للصراعات السياسية. هذا الحشد لكل العراقيين، كما المرجعية لكل العراقيين، بل لكل المسلمين في العالم كذلك. هذا الحشد يدافع عن الشرف والعرض والوطن والوحدة، وعلينا أن نحميه جميعا، نحميه من تلك الأرض الأيادي التي تريد أن تشوه مسيرته ظلما وعدوانا.
ونحميه أيضا من تلك الأيادي من الداخل التي تريد أن تسيء إليه، أما بتسييسه أو بالإساءة إليه بأمور أخرى. ولهذا يجب أن نتجه نحو الضبط وضبط الإيقاع. هؤلاء الشباب المضحون لم يضحوا من أجل مكسب ولا من أجل ربح هنا وهناك، تجارتهم مع الله تعالى وتجارتهم مع الوطن ومع المواطنين. وربحوا التجارة اليوم، العراق عزيز والعراق قوي بكل أبنائه. لا يمكن لأحد لوحده أن يدعي هذا النصر، لا يمكن. كل العراقيين بوحدتهم وتآزرهم صنعوا هذا النصر، وسنصنع هذا النصر إن شاء الله. نحن الآن في المربع الأخير الذي اجتمع فيه الدواعش. انظروا، منذ أن طهرنا الأرض وحررنا المواطنين من جرف الصخر جنوب بغداد إلى غربها إلى شمالها مروراً ببيجيها ثم إلى نينوى والموصل، في كل معركة الأكثرية من السكان معنا ويبقون معنا، وهناك القلة تنزح من المكان الذي نحرره إلى المكان الذي تسيطر عليه داعش. وصلنا إلى نينوى ونشاهد هناك من الدواعش من رحل وأخذ معه أناس رهائن. الإخوة في الموصل أبنائنا، كانت هناك صيحات أول ما بدأنا عملية تحرير نينوى، صيحات أسرعوا بالتحرير لأن الدواعش يأخذون العوائل رهائن ليقتلوهم ويعرضوهم للخطر. هؤلاء الدواعش الذين نزحوا من كل المناطق أحصروا اليوم في هذا المربع. ماذا تنتظرون؟ يسلموها لنا بالورود؟ هؤلاء مجرمون لا يتورعون عن شيء، يستعملون كل شيء من أجل قتل المواطنين ومن أجل اضطهادهم. أنا أتمنى أن تطلعوا على التفاصيل من قواتنا الأمنية ومن المواطنين بالموصل، كيف يجمعون الناس، يجمعون 130 شخص في بيت مساحته لا يزيد عن 200 متر 250 متر مربع، ويفخخون الأماكن التي حول هذا البيت حتى تقع كارثة ويتهمون بها قواتنا. وفينا سماعون لهم، وفينا سماعون لهم للأسف، رأسا يسارعون في بث الإشاعات بلا توقف وبلا تثبت، كأن الدعاية الداعشية يراد لها أن تنتشر. لن نسمح لها بذلك. نعم كانت بالسابق بسهولة، واليوم الحمد لله نحن حريصون على شعبنا ونتحدث مع شعبنا بكل انفتاح وبكل وضوح. تحدثنا مع شعبنا حول الأزمة المالية، والحمد لله أنا أشكر جميع المواطنين الذين صبروا والذين واصلوا صبرهم لأن يعلمون حجم هذه الأزمة. والحمد لله عبرنا لحد الآن، لم يؤدي إلى انهيار الدينار ولا إلى تضخم كبير في الأسعار. انظروا إلى الدول اللي حولنا، أرجوكم، الكارثة اللي حلت بينهم مو مثلنا، أقل. انظروا إلى عملتهم انهارت عدة أضعاف، الأسعار صعدت إلى السماء، وتضر الفقراء. نحن كنا حريصين أن نحافظ على الأسعار لأن الطبقة، طبقة الشعب العراقي المحتاجة. هذا نجاح لأن صارحنا أمتنا وصارحنا شعبنا. كثير بعض الإخوان والمسؤولين كانوا يقولوا لي لا تتكلم عن الأزمة الاقتصادية شوي، الناس الشام. قلت لهم لا، هذا واقع، أريد أصارح الشعب حتى يكون معنا، حتى تكون واضح أمامه. هذا مو بيدنا، مو إحنا سوينا انهيار الأسعار نفط، هاي أزمة عالمية خارج إطارنا وخارج سيطرتنا. بعض قادة العالم يتحدثون معي كيف استطعتم أن تديروا بلدا وحربا وإيراداتكم أقل من النصف عما كانت عليه، كيف؟ قدرهم بصمود شعبنا، كنا صريحين مع شعبنا وصادقين مع شعبنا، والحمد لله شعبنا وقف معنا. البعض يحاول بصراحة أن يستغل أي شيء للإساءة، وهذا مو جديد، كل مسيرة الصالحين والأنبياء. وأنا أحمد الله عليه أنهم لم يجدوا إلا تحليف الكلام، ما بقى عندهم بس يعرفون كلامنا. مرة يقولون الترجمة غلط ويعدلوها، ومرة أخوه مو ترجمة عربي إلى عربي بس يشتزوه،
حتى يسيئون إلى الكلام ويسيئون إلى الأمة، يسيئون إلى الحشد، يريدون أن يوقعون بين أبناء الحشد أنفسهم، بين الحشد والدولة، بين الحشد والمجتمع، بين قواتنا الأمنية والحشد. لاحظوا كل معاركنا كان عندنا أصرار أن كل المقاتلين يقاتلون معا، الجيش، مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية، أبناء المناطق. هذا ما كان اعتباطي، هذا حتى نظهر وحدتنا الحقيقية، هاي وحدة دماء، وحدة مصير، مو وحدة شكلية، مو شعار نحطه ما نلبث أن نتنازل عنه. وحدة تضحية، ضحوا جميعا. في مرحلة من المراحل ربما كان في البداية هناك صراع، الآن لاحظوا في الإعلام أحدهم ينصر الآخر، الجيش يمتدح الحشد ويكمل بتضحياته، والحشد يفعل نفس الشيء مع الجيش، وكذلك الاتحادية مقابل مكافحة الإرهاب والجيش وبالعكس. هذه الوحدة والقوة العراقية، لا يجوز أن نسمح بالعودة إلى ذلك المربع البشع الذي أضاع منا جيشنا وأضاع منا وطننا، أو كاد. تذكرون عندما دخلت داعش كانت حالة تشاؤم، حتى الهجرة الآن توقفت، قارنوا الهجرة قبل سنتين، هجرة الشباب إلى الخارج، واليوم لا، العودة بالعكس، أكو أمل. واجبنا أن نعطي الأمل، لا نستطيع اللي يقول لك خلال فترة قصيرة تستطيع أن تصلح كل الأمور السيئة التي كانت، هذا مستحيل، ما لا أحد يستطيع. هناك سنن في التأريخ وسنن في التكوين، يحتاج زمن لأن مجموعة تراكمات، ولكننا نستطيع أن نتخذ الخطوات الصحيحة من أجل إعطاء الأمل، وهذا اللي نسويه اليوم. نعطي أمل للمواطنين بوحدتنا، نعطي أمل بانتصاراتنا، ولكن المعركة طويلة. حذاري حذاري، البعض منذ معركة الفلوجة قالوا انتهى خلصت داعش، لا، هذه معركة أيديولوجية. هؤلاء لهم عقيدة فاسدة، يستحلون الدماء والأعراض والأموال. هؤلاء لا يرتدعون عن عمل شيء، يلجؤون إلى أعمال إرهابية. مقابل كل عمل إرهابي يقومون به، قواتنا البطلة واستخباراتنا اللي تقدمت خطوات كبيرة تكشف عشرات العمليات وتحبطها. ولكن كما تعرفون هي كفة ربما غير عادلة، لأن علينا أن نمنع كل العمليات التي تخطط، وهم عليهم أن يحققوا عمل واحد، لأن هي مو معركة متكافئة، مو معركة بميدان، مو معركة أمام جيش، معركة أمام خبثاء وأمام جبناء. انتصاراتهم اللي صوروها، شوفوا عملياتهم الإرهابية، كم قتلوا من الأبرياء، كم قتلوا من المدنيين، كم قتلوا من الناس اللي هم غير محاربين. هذه هي بطولاتهم، يفتخرون بأكبر عدد يقومون به. هذه العقيدة الفاسدة التي تدفع صاحبها ليس أن يضحي بنفسه فقط، بل يتصور أنها تقربه من الله تعالى أن يأخذ معه أكبر عدد من الأبرياء. هذا عدو مو طبيعي، عدو فاسد، عدو ضال مضل، علينا أن نواجهه مجتمعين. أمامنا معركة صعبة، أحذر، أمامنا معركة صعبة. نحن نكسر العدو الآن عسكرياً على الأرض، ولكن هذا عدو شفتوه يلجأ إلى تفجيرات في باكستان، إلى تفجيرات في دمشق، إلى تفجيرات في أماكن أخرى، يخطط للشاء من أجل أن يحدث ثغرة هنا وثغرة هناك. أتعرفون لماذا يفجر في باكستان؟ لأن الذين يتطوعون للقتال في صفوفه من الشباب قد توقف، هناك انخفاض 90% انخفاض للجماعات التي تتطوع للقتال مع داعش، لأن كسرنا، إحنا كسرنا هدفه وكسرنا تحركه. مو كان يريد يبني هاي الدولة الفاشلة، الدولة اللا إسلامية الفاسدة، إحنا وقفناه، هذا طموحه توقف، كسرناه، فلم يعد هناك من ينتصر له. يحاول أن يقوم بتلك التفجيرات لكي يوقع بين أبناء باكستان،
يفجر في هذا المسجد، في هذا المبنى أو ذاك، من أجل أن يوقع حتى تكون ثغرة علّه يحصل على مزيد من المتطوعين من تلك الجموع. هو لا يريد كثيراً، يريد أعداداً معينة، ولهذا يحاول أن يوقع الفتنة في كل مكان. الفتنة اللي وقعها في الموصل واستجاب لها البعض تسير بنفس الاتجاه، ولكن أنا أقول شعبنا لا يصدقهم. هم مو يحاولون يثيرون أبنائنا من أهل السنة؟ الحمد لله، لأن أبنائنا من أهل السنة من أشد المدافعين وواقفين مع قواتنا المسلحة. شوفوا تعاملهم مع قواتنا المسلحة، كيف يتعاملون معهم، كيف يرحبون بهم. هل يوجد بين الأمم أن قوات أمنية تقدم تضحيات أكثر من المدنيين؟ أنا اليوم بارحة كنت أتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر هو في كل الأمم عندما تقاتل داخل المدن مع وجود المدنيين، الضحايا المدنيين يكونون أضعاف القوات المسلحة، إلا هنا الضحايا من القوات الأمنية أكثر من المدنيين. ليش؟ إن توجهنا قلنا ده نذهب لتحرير الإنسان، تحرير الأرض بعد الإنسان، ولهذا قواتنا وفت بذلك، دافعت عن المدنيين وضحت بأنفسها من أجل الدفاع عن المدنيين، والمواطنين يرون ذلك. هؤلاء جاءوا من كل المحافظات العراقية، البعض قد يدافع عن بيته، عن ماله، يريد يعود. هؤلاء لا عندهم بيت في الموصل، لا يريدون يشترون عقار في الموصل كما لم يشتروا عقارا في فلوجة، ولا يملكون شبرا من الأرض هناك، وليس لهم مصلحة هناك إلا مصلحة العراق، إلا مصلحة الدفاع عن العراقيين، ووفوا بوعدهم. هذه هي التضحية العراقية، ونحن نحتفل اليوم بذكرى شهيد المحراب رضوان الله عليه. نلحق تلك الذكرى بهؤلاء الأبطال من الشهداء الذين جعلوا هذا النصر ممكناً، وبدمائهم، بدماء الماضين منهم، وجهود الباقين الذين لم يبدلوا تبديلاً، سننتصر بعون الله، وسنبني عراقاً لأبنائه، عراقاً حراً كريماً يساوي بين أبنائه، لا يفرق بينهم على أساس الديني أو المذهبي أو القومية، وإنما يعاملهم كمواطنين من الدرجة الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.